السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 3 الفصل الثالث when I grow up. when عندما I grow up انا اكبر، لما اكبر عايز ابقى ايه؟ when I grow up عندما اكبر، وبيكلمنا عن كل واحد فينا نفسه يكون ايه لما يكبر، انواع الوظائف، الوظائف اللي احنا ممكن نشتغل فيها لما نكبر، هل يا ترى هتكون صناعية ولا تجارية ولا زراعية؟ هنعرف ده بالتفصيل في الشابتر ده او في الفصل ده، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونوصل لبيج 59 او صفحة 59، وهي اول بيج في شابتر 3، وعنوانها categorizing jobs. categorizing يعني تصنيف، jobs الوظائف، categorizing jobs تصنيف الوظائف. وهنتعرف دلوقتي على الأصناف أو الأنواع الخاصة بالوظائف. فبيقول لنا هنا look انظر at the personal categories التصنيفات الشخصية، personal categories يعني التصنيفات الشخصية، below بالأسفل. كل واحد طبعا بكل نوع من أنواع الوظائف بيبقى ليها category أو تصنيف معين. list jobs اصنع قائمة بالوظائف، from the class job web من شبكة الوظائف الخاصة بالفصل، in each category in each category في كل تصنيف. فطبعا هنا أصحابي المفروض التيتشر بتاعنا هيسأل كل واحد فينا عايز يكون ايه ويشتغل ايه لما يكبر، فكل واحد هيختار الوظيفة بتاعته، وبعدين هنبتدي نعمل categorizing او تصنيف للجوبس دي او للوظائف دي في الكاتيجوريز او في التصنيفات الموجودة هنا. اول تصنيف هنا يا اصحابي agricultural. agricultural يعني زراعي. agricultural يعني زراعي. تاني تصنيف industrial. industrial يعني صناعي. تالت تصنيف commercial. commercial يعني تجاري. رابع تصنيف tourism. tourism يعني سياحي. وآخر واحد other. other يعني أخرى. فعندنا هنا 5 categories أو 5 تصنيفات: agricultural, industrial, commercial, tourism و other. فطبعا أول حاجة agricultural. agricultural أو التصنيف الزراعي، ممكن واحد من أصحابنا في الكلاس روم أو مجموعة مثلا يبقى عايزين يشتغلوا jobs أو وظائف تبع التصنيف ده او تندرج تحت التصنيف ده. طب ايه ممكن تكون الوظائف اللي تندرج تحت التصنيف الاجريكالتشرال او التصنيف الزراعي؟ زي مثلا agricultural engineer. agricultural engineer او مهندس زراعي، حد مثلا من اصحابنا عايز بعد ما يكبر يدخل كلية الزراعة ويبقى مهندس زراعي او agricultural engineer، مهندس زراعي يبتدي يزرع المحاصيل المختلفة ويعالج المشاكل الخاصة بالنباتات المختلفة، ده اسمه agricultural engineer او مهندس زراعي. ممكن حد تاني عايز يبقى عنده حقل ويبقى farmer. farmer او مزارع عادي ويبقى اسمه farmer او مزارع. يبقى في two kind of jobs او نوعين من الوظائف تحت الكاتيجوري ده او تحت التصنيف ده. اول حاجة agricultural engineer او مهندس زراعي، تاني حاجة farmer. farmer أو مزارع. طب industrial. industrial أو صناعي. industrial category ممكن يكون تحت منه مجموعة من الجوبس زي مثلا construction worker أو عامل بناء. construction worker يعني عامل بناء، ممكن حد يبقى عايز يشتغل عامل بناء ويبقى construction worker أو عامل بناء، وده بيبقى تحت الاندستريال كاتيجوري او التصنيف الصناعي. طب الكوميرشال. الكوميرشال او التجاري،
زي مثلا لو حد من الكلاس ميت بتوعنا او اصدقائنا في الفصل عايز يطلع شغال في بنك او يبقى بانكر او شخص شغال في بنك. ممكن كمان يكون حد تاني عايز يفتح مشروع او يشتغل بيبيع سلعة معينة زي مثلا الجروسر او البقال. ممكن حد تالت يكون عايز مثلا يفتح محل متخصص في حاجة معينة زي الجزار يبقى بوتشر او جزار. يبقى الكوميرشال تحت منها انواع مختلفة من الجوبس او من الوظائف: بانكر موظف بنكي، grocer بقال، butcher يعني جزار. طب التوريزم او السياحي. التوريزم كاتيجوري او التصنيف السياحي زي مثلا التور جايد او مرشد سياحي. تور جايد يعني مرشد سياحي. وزي مثلا الكونسييرج او موظفين الاستقبال الخاصين بالفنادق. كونسييرج يبقى تور جايد او كونسييرج. تور جايد يعني مرشد سياحي او كونسييرج موظف استقبال الفندق او موظفة استقبال الفندق. طب other يعني اخرى. الاذر كاتيجوري او اللي ما بيندرجش تحت الفور كاتيجوريز دي او تحت الاربع تصنيفات دي بيبقى في نوع كده انت مش عارف تصنفه تحت اي تصنيف منهم. مثلا زي الكمبيوتر بروجرامر او مبرمج كمبيوتر انت مش هتقدر تحطه تحت الاجريكالتشرال ولا تحت الاندستريال ولا تحت الكوميرشال ولا تحت التوريزم، فده يعتبر اذر. فاحنا كده عرفنا يعني ايه categorizing jobs او تصنيف الوظائف، وعرفنا الكاتيجوريز المختلفة او التصنيفات المختلفة الخاصة بكل جوب او بكل وظيفة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 60 او صفحة 60 وعنوانها Noor's Parents يعني والدي نور. هنا بنتكلم طبعا عن الجوبس او الوظائف الخاصة بNoor's Parents او بوالدي نور. ومكتوب هنا follow along as اتبع جنبا الى جنب، هتقول ورايا the teacher reads aloud يعني عندما يقرأ المعلم بصوت عالي. وهنا في اول صورة في صورة نور's dad او والد نور، ومكتوب جنبها My dad is a construction worker يعني والدي هو عامل بناء. In Cairo في القاهرة. My dad is a construction worker in Cairo. والدي عامل بناء في القاهرة. He helps هو يساعد build في بناء new buildings مباني جديدة. new يعني جديد و buildings يعني مباني. he helps build new buildings. he wear a tool belt يعني حزام ادوات، حزام بيلبسه حوالين وسطه بيحط فيه التولز بتاعته. and و a hard hat يعني طاقية صلبة، طاقية ناشفة، الطاقية اللي احنا شايفينها في الصورة دي اللي بتحمي رأسه من اي حاجة ممكن تخبط فيها، دي اسمها hard hat. يبقى he wears a tool belt and a hard hat. الطاقية دي او القطبعة دي protects بتحمي his head رأسه. the hat protects his head. his tool belt holds يعني حزام الادوات بتاعه holds بيحمل all his special work tools الادوات الخاصة بالشغل بتاعه. يبقى his tool belt holds all his special work tools. في الصورة التانية هنلاقي نور's mom او والدة نور، ومكتوب جنبها
My mom works. والدتي تعمل. In a hotel. In a hotel في فندق. My mom works in a hotel. She is the concierge. She is the concierge. هي موظفة الاستقبال اللي بتقابل ال visitors والناس اللي هتنزل في الفندق. She is the concierge. She helps. هي تساعد visitors الزائرين find أن يجدوا places أماكن to eat ليأكلوا فيها and things وأشياء to do يفعلوها. يبقى أي visitor جاي الهوتل أو جاي الفندق هي بتساعده إن هو يلاقي المكان اللي هو ممكن يأكل فيه وأي حاجة هو بيدور عليها عايز يعملها هي بتساعده فيها. مرة كمان she helps visitors find places to eat and things to do. She uses هي تستخدم the phone التليفون and a computer والكمبيوتر to connect people لتتصل بالناس وتتواصل معهم يعني and answer questions وتجيب على الأسئلة. مرة كمان she uses the phone and a computer to connect people and answer questions. يبقى كده عرفنا الجوبس أو الوظائف الخاصة بنور's parents أو الخاصة بوالدي نور. والدها شغال construction worker ووالدتها شغالة concierge أو موظفة استقبال وإرشاد. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 61 أو صفحة 61 وعنوانها My Interests يعني اهتماماتي. Interests يعني اهتمامات. My interests يعني اهتماماتي. وهنا بيقول لنا draw ارسم to share لتشارك several متعدد of your interests اهتمامات متعددة ليك. draw to share several of your interests ارسم لتشارك بعض الاهتمامات المتعددة ليك. فطبعا هنا مدينا مساحة فاضية نرسم فيها الانترستس بتاعتنا المختلفة. مثلا ممكن حد بيحب يتيك كير اوف بيتس اند انيمالز يعتني بالحيوانات الأليفة والحيوانات بصفة عامة. ممكن يرسم صورة لنفسه هنا وهو بيربي بعض الحيوانات وبيعمل تيكينج كير اوف ذم او بيعتني بيهم. ممكن حد تاني مثلا يكون بيحب fixing things in his house أو إن هو يصلح الأشياء في منزله فيرسم نفسه هو بيعمل fixing أو تصليح للأشياء في البيت بتاعه وهكذا. فهنرسم هنا الانترستس بتاعتنا أو الاهتمامات بتاعتنا في المكان ده ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 63 أو صفحة 63 وعنوانها Analyzing يعني تحليل our survey الاستقصاء بتاعنا الاستفتاء بتاعنا. فأنا مثلا يا أصحابي لما أجي أقف وسط الكلاس روم وأقول لكم مثلا بعض الأسئلة علشان أعرف منكم بعض المعلومات المختلفة. مثلا أقول لكم مين بيحب نوع معين من الفاكهة ومين بيحب نوع تاني ومين بيحب نوع تالت وأعرف كل واحد بيحب إيه. ده يعتبر survey أو استقصاء يعني أنا بسألكو بس وبعرف منكو بعض المعلومات. ده اسمه استقصاء أو survey. السurvey أو الاستقصاء ده بيساعدني إن أنا أفهم الحاجات اللي أنتوا بتحبوها الحاجات اللي أنتوا بتكرهوها حاجات أنتوا عايزينها حاجات أنتوا مش عايزينها. دي بتكون وظيفة السurvey أو الاستفتاء أو الاستقصاء ده. فهنا analyzing يعني تحليل. احنا عندنا survey وعايزين نحلله ونعرف البيانات اللي فيه. analyzing our survey يعني تحليل الاستفتاء او الاستقصاء بتاعنا. وهنا بيقول لنا count add how many كم عدد checks العلامات you made اللي انت عملتها in each box في كل صندوق on the previous page في
في الصفحة السابقة. انت طبعا قلت في الصفحة السابقة your interests. your interests او الاهتمامات بتاعتك. هنشوف هنا ال interests او الاهتمامات بتاعتك دي موجودة في كام بوكس من البوكسس اللي موجودة في السيرفي. هنا هنشوف انت رسمت منها ايه وكانت من الاهتمامات بتاعتك او from your interests وهتعدها، وبالتالي هنكون هنا عملنا analyzing او تحليل للسيرفي بتاعنا او الاستقصاء بتاعنا. بيقول لنا كمان write اكتب that number. that number has a رقم on the line على الخط in the matching box below. in the matching box below في صندوق التوصيل الموجود بالأسفل. فبوكس نمبر 1 مكتوب هنا agricultural jobs. agricultural jobs يعني الوظائف الزراعية. وأول حاجة مكتوبة taking care of pets. taking care of pets and animals يعني الاعتناء بالpets أو بالحيوانات الأليفة and animals والحيوانات. لو انت الشخص ده وده كان from your interests اعمل هتعمل عليها check وهتعدها ويبقى كده هنا واحد. طب تاني حاجة taking care of garden. taking care of garden الاعتناء بالحديقة. لو ده كان from your interests يبقى هنعمل هنا check ويبقى كده اتنين. طب لو كان hiking and watching wildlife. hiking يعني التنزه يعني ان احنا نتمشى في الطبيعة. and watching wildlife ومشاهدة الحياة البرية. لو ده كان from your interests هتعمل عليها علامة ويبقى كده 3. فهنكتب هنا على اللاين اللي موجود جنب box 1 وهنكتب عليها 3. طب في البوكس نمبر 2 مكتوب industrial jobs. industrial jobs او الوظائف الصناعية. اول حاجة بيقول لنا fixing sinks in your house. fixing sinks in your house اصلاح الاشياء في منزلك. لو ده كان from your interest هتعمل عليها check او علامة وهيبقى كده 1. sewing or netting. sewing or netting يعني الحياكة الخياطة. sewing يعني الحياكة or netting او الخياطة. لو انت مهتم بالحياكة وبالخياطة هنعمل عليها check وهيبقى كده 2. وتالت حاجة building sinks. building sinks بناء الاشياء. with tools بالادوات. blocks والقوالب. and so on وهكذا. لو انت الشخص اللي بيعمل building او بيبني sinks الاشياء with tools بالادوات. blocks والقوالب and so on وهكذا هنعمل عليها check ويبقى كده في 3. يبقى هنكتب هنا 3 في box number 2. طب بوكس نمبر 3 commercial jobs. commercial jobs او الوظائف التجارية. فمدينا اول حاجة بيقول لنا selling things بيع الاشياء. selling يعني بيع things الاشياء in your neighborhood. in your neighborhood في المنطقة السكنية اللي انت ساكن فيها. لو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check وهيبقى number 1. تاني حاجة بيقول لك giving people advice. اعطاء الناس advice نصيحة. on what to buy. on what to buy فيما يشتروا. لو انت ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check ويبقى كده 2. using a cash register يعني انت تستخدم كشكول او دفتر تسجل فيه الفلوس اللي انت بتصرفها والفلوس اللي انت بتاخدها او بتكسبها. ده اسمه cash register او تسجيل النقدية تسجيل الفلوس. لو انت ده من الاهتمامات بتاعتك او from your interests هتعمل عليها check ويبقى هنا 3. فهتكتب 3 في box number 3. طب box number 4 في ال tourism jobs. tourism jobs او وظائف السياحية. فاول حاجة بيقول لك planning a trip. planning a trip تخطيط لرحلة or event. or event او حدث من الاحداث. لو انت ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check وهيبقى number 1. تاني حاجة بيقول لك cooking الطبخ. baking الخبز. and serving meals وتقديم الوجبات. serving يعني تقديم. meals الوجبات. لو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك
هتعمل عليها check هيبقى كده to. طب تالت حاجة بيقولك playing sports, playing sports لعب الرياضات or other activities أو الأنشطة الأخرى. لو ده from your interests أو من الاهتمامات بتاعتك هتعمل عليها check ويبقى كده عندنا 3 interests هنا، وهنكتب في box number 4 3 زي ما احنا شايفين قدامنا، و box number 5 أو صندوق رقم 5 STEM jobs. STEM jobs أو وظائف STEM. STEM هنا اختصار لحرف الاس، اختصار لكلمة science. science يعني العلوم، والتي خاصة بتكنولوجي، تكنولوجي التكنولوجيا، والاي خاصة بالانجينيرينج، الانجينيرينج أو الهندسة، والام خاصة بالماس. فبيختصروا الأربع وظائف دول اللي هي الساينس والتكنولوجي والانجينيرينج والماس، بياخدوا حرف من اول كل كلمة وبيسموها STEM jobs او وظائف STEM: science, technology, engineering and math. والوظائف دي ليها كاتيجوري لوحدها او تصنيف لوحدها اسمها STEM jobs او وظائف STEM. اول حاجة عندنا هنا designing experiments. designing تصميم، experiments التجارب. لو انت من اهتمامك ان انت تعمل designing او تصمم experiments التجارب، فنعمل هنا check ويبقى عندنا هنا 1. والاختيار التاني finding solutions. finding ايجاد solutions، حلول to problems. to problems للمشاكل. لو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هنعمل check ويبقى عندنا هنا 2. تالت حاجة learning about computers. learning about computers التعلم، وان احنا نتعلم اكتر about computers عن الكمبيوترز او الحواسيب. فلو ده from your interests او من الاهتمامات بتاعتك هنعمل check ويبقى عندنا هنا في box number 5 3. وبكده نكون عرفنا نحدد our interests او الاهتمامات بتاعتنا تبع which category او تبع اي تصنيف من ال 5 categories دي او من الخمس تصنيفات دي، اللي هي ال agricultural jobs او الوظائف الزراعية، وال industrial jobs او الوظائف الصناعية، وال commercial jobs او الوظائف التجارية، وال tourism jobs او الوظائف السياحية، وال STEM jobs اللي هي science, technology, engineering and math jobs الوظائف الخاصة بالعلوم وبالتكنولوجيا وبالهندسة وبالرياضيات. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.